استضافت وزارة الداخلية على مدار 3 أيام اجتماعات الدورة 57 للمجلس التنفيذي والدورة 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية. يأتي ذلك في إطار الحرص على المشاركة الفاعلة في جميع أنشطة المنظمة منذ تأسيسها، وانطلاقا من دعم وزارة الداخلية للمنظمات الدولية الأمنية. استقبلت مصر وفود الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية المشاركين في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعيات العامة للمنظمة، انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على دعم الجهود الدولية في المجال الأمني وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بما يحقق أعلى معدلات الأداء الأمني. على مدار 3 أيام تواصلت اجتماعات كل من الدورة 57 للمجلس التنفيذي والدورة 26 للجمعيات العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية، وذلك في إطار الحرص المصري على المشاركة الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة منذ تأسيسها. فمصر من أوائل الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة وترأست أولى اجتماعات الجمعيات العامة لها عام 1966 في فرنسا. إنه من دواعي سرورنا أن تحتضن جمهورية مصر العربية فعاليات اجتماعية دورتين رقم 57 للمجلس التنفيذي ورقم 26 للجمعية العامة للمنظمة الدولية. ناقشت الاجتماعات سبل تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني لتمكينها من أداء دورها في حماية الأرواح والممتلكات. В рамках сегодняшних переговоров, вот буквально сейчас они закончились, мы договорились с египетской стороной о взаимных взаимном обучении и интересах. Donc à cette occasion, les autorités égyptiennes de protection civile partagent avec leurs homologues des autres États et particulièrement des autres pays africains. De remercier le gouvernement égyptien, en commençant par votre chef d'État, le président Al-Sisi, pour la parfaite organisation de cette conférence internationale. Je tiens avant tout à remercier les autorités égyptiennes pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à ma suite. الاجتماعات السنوية التي تعقدها المنظمة وتعقد للمرة الأولى في مصر شهدت تأكيداً ورغبة من المشاركين في تفعيل العلاقات الثنائية مع مصر للاستفادة من خبراتها التراكمية في مجال الحماية المدنية. We conduct several training. This year we have a one training, River Rescue Center, where we invited our member states from 7 countries, and we also sign a memorandum of understanding with the Directorate of Civil Protection of Egypt to continue our work. هذه المهام تاعها هي تدعيم القدرات الخاصة بالدول الأعضاء وخاصة في أثناء القيام بدورات تكوينية في هذا المجال. It's a great honor for all of the participants, no matter they from different countries. And just to share their experiences and the expertise in the field of civil defense and civil protection as well as disaster management and emergency response. كان هناك تعاون ما بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية ممثلة في الأخوية اللي هي فريق البحث والإنقاذ. كان هناك إن شاء الله أتمنى يكون في هناك تبادل خبرات مع الإخوان في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية. significative qui sont accompagnés par le service de protection civile du Niger. Donc c'est une opportunité, en marge de ces travaux de l'Organisation internationale de protection civile, de renforcer les liens avec la protection civile égyptienne. إشادة كبيرة من الوفود المشاركة بدقة التنظيم وحسن الاستقبال، وكذا بالإسهامات المصرية في المنظمة الدولية للحماية المدنية وبالقدرات التدريبية التي تتمتع بها مصر وتستفيد منها المنظمة في عقد دورات تدريبية لكوادر الحماية المدنية بالدول الأعضاء في المعاهد التدريبية المصرية. ضيافة الكريمة لجمهورية مصر العربية وما لقيناه من ترحاب والحقيقة كرم الضيافة
ما هو مستغرب من الأخوة في مصر. تم قبول عضوية دولة فلسطين في المجلس التنفيذي، وهذا بطبيعة الحال سوف يعزز من مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية. أود أن أشكر جمهورية مصر العربية على استضافتها الدورة 57 للمجلس التنفيذي والدورة 26 جمعية عامة المنظمة الدولية للحماية المدنية، وهذا منذ وصولنا على حفاوة الاستقبال. نشكر جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه الدورة، ونشكرهم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. عقد اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعيات العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية في مصر يعكس ثقة المنظمة الدولية وأعضائها في المنظومة الأمنية المصرية ذات العراقة والجاهزية والاحترافية في كافة مجالات العمل الأمني، وتأكيداً على المشاركة المصرية الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة منذ تأسيسها. اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية هو تأكيد على الحرص المصري على المشاركة في كافة أنشطة المنظمة، وتأكيد على عراقة واحترافية أجهزة الأمن المصري في مجال الحماية المدنية وحماية الأرواح والممتلكات. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.